مشاهدينا الافاضل، مرحبا بكم في هذه المساحه التوعويه من دار الاطباء عبر الاستديو الموحد لمكافحه جائحه ومحاربه جائحه كورونا. عندما يدق ناقوس الخطر وتتسع دائره الحدث الكارثي، حينها يكون تلبيه هذا النداء واجب على كل افراد المجتمع بمختلف المقامات الوظيفيه والمجتمعيه. معنا واحده من المقامات الوظيفيه الموجوده عبر الاستديو الموحد لمجابحه جائحه كورونا، متمثله في الدعم السريع وقوات الدعم السريع. دائما هي مجهوداته بتكون موجوده في هذا النداء، متمثله في العميد رب جمال جمعة الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ورئيس دائرة التوجيه والخدمات. مرحبا بك. بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير وتصوموا وتفطروا على خير ان شاء الله. سيادة العقيد ركن جمال، نحن حاليا موجودين في هذه الغرفة عشان نوعي المشاهد وعشان نتكلم اكثر عن مجهوداتكم اللي انتم بتقدموها لمحاربة جائحة كورونا. اول حاجة عايزين نتكلم عن الدعم السريع وقوات الدعم السريع ومجهوداتها في هذا الحدث. طيب، يمكن دي فرصة وسانحة طيبة جدا إنه نحن نكون في الغرفة الموحدة للإعلام لمكافحة جائحة كورونا، ويمكن فرصة برضو بتطل لنا إنه نحن نتكلم ولو بسيط عن قوات الدعم السريع والمجهودات اللي بتقوم بها في المجالات كلها. يمكن قوات الدعم السريع يعني تكونت 2013 وانضمت للقوات المسلحة 2017، وعندها مجهودات كبيرة ومهام كثيرة جدا جدا، منها مساعدة القوات النظامية فيما فيها القوات المسلحة في مهام وواجباتها، والتصدي لكل تهديد خارجي، والتصدي لعمليات النهب المسلح والهجرة الغير شرعية، وكثير من المشاكل المحيطة. يمكن برضو قوات الدعم السريع عندها مجهودات مدنية غير العسكرية، المهام العسكرية أسوة ببقية القوات النظامية الأخرى الموجودة في بقاع الأرض والحدود المختلفة. من هذه الأشياء يمكن قامت بكثير من الأعمال في الولايات المختلفة، أنشأت عدد كبير من المدارس خاصة في ولاية دارفور، أنشأت عدد كبير من القرى النموذجية وصلت ل 30 قرية في ولاية دارفور الخمسة، قامت عدد كبير من الدوانك ومصادر المياه برضو، خاصة للمواشي التي عندها حلو ترحال ما بين الشمال وجنوب السودان. كذلك في العاصمة يمكن قامت بالعديد من الأشياء. يمكن لا ما بعيد مننا نحن الفترة بتاعت السيول والأمطار، كان عندها دور كبير جدا جدا في إن تقف معهن المتضررين، خاصة في واوسي ودرملي والجيلي، وخاصة في جنوب الخرطوم في السلمة وفي مايو وفي الكلاكلا، في مجهودات كبيرة يمكن الناس قامت بها إن شاء الله. زي ما ذكرت انه انت واحده من التركيزات اللي ركزتوا على انتم كقوات دعم سريع، ركزتوا على زياده رقعه الانتاج المجتمعي والخدمي، لكن حاليا زي ما ذكر انه الحصه وطن. نعم. دور الدعم السريع في الحصه وطن وجائحه كورونا. طيب، الحصه وطن دي خط كبير جدا، وعنوان يمكن تحته كل الناس بتعمل تصل لهذا العنوان الكبير. القوات النظامية يمكن واحدة من المؤسسات أو من الركائز الأساسية اللي بتلعب دور كبير في الحصة وطن. يمكن وجود الحكومة الانتقالية بشكلها الحالي دي من مسميات الحصة وطن، يعني نموذج للعسكريين ونموذج للمدنيين يكونوا حكومة انتقالية عشان يطلعوا بالبلد لبر الأمان. يمكن الدعم السريع في الحصة وطن كان له دور كبير في الانحياز المغررات الشعب والثورة. يمكن برضو نحن في كورونا، هذه كورونا يمكن إذا جينا لكلمة كورونا دي لحد حسي سموه مرض وفيروس، اللي اسمه المرض واحد، الناس ملاحظة المرض شنو ما معروف، لكن الفيروس كوفيد 19 يمكن ما أمهل منظمة الصحة العالمية عشان ينتقل من مرض ثم وباء لجائحة، انتقل مباشرة من ظهور لجائحة تماما. يمكن منظمة الصحة العالمية ما أخذت وقت طويل في أنها تعلن أنه هذه جائحة، في فرق ما بين مرض وباء وجائحة. يمكن جائحة تصل لمرحلة الكارثة، المرض بقى مرض عالمي أعلنت وزارة الصحة ذلك. يمكن الدول المتقدمة أخذت نصيب كبير جدا جدا من هذا الوباء، يعني نحن نزل ربنا سبحانه وتعالى أنه يعفي العالم كله منه. نعم، نحن عشان ما نصل لمرحلة الكارثة أنتم برضو دوركم كان وإسهاماتكم واضحة جدا، نحن عايزين نتكلم فيها مع المشاهد بصورة أوضح، بصورة يعني شفافة أكثر. الدعم السريع قدم شنو عشان هو ما يحارب جائحة كورونا
بالأخص بس في الجاية حاليا. طيب يمكن نحن وصول أو بداية يمكن كان في شهر مارس، يمكن في شهر 4 تماما نحن الدعم السريع يوم 4 يوم 6/4 بالضبط نحن افتتحنا المركز بتاع العزل الخاص بقوات الدعم السريع في كرري. هذا المركز فيه 200 سرير مجهز بكل المعينات يعني نحن في مرحلة وقاية، البتقي المشتبه فيهم المصابين بفيروس كورونا. يمكن افتتحوا السيد غايد قوات الدعم السريع، وهو لقوات الدعم السريع، ولكن قال هو في يد وزارة التصرف وزارة الصحة إذا دعا ذلك الأمر. ونحن نظر ربنا سبحانه وتعالى أنه نحن ما نطلع من الموجود حتى عشان نصل لسرائرنا، دائرين سرائرنا دي فاضية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب يوم 16/4 يمكن قوات الدعم السريع سيرت قافلة لولاية البحر الأحمر بورسودان. الغافلة استمرت 5 أيام. يمكن الأشياء الرئيسية في القافلة كانت العمل التوعوي فيما يختص بالمكافحة لجائحة كورونا. الجزئية الثانية برضو كان في عمل درامي لهذه التوعية، يعني التوعية كانت غير بوسائل الإعلام المختلفة بغير الندوات، كان في وسائل الدراما، كان شايل معنا فرقة درامية. هذه الفرقة الدرامية كانت تستهدف التجمعات المختلفة إذا كان في أفران ولا أسواق، توصل هذه المعلومة بشنو بالدراما. يمكن الجزئية الثانية كان في هذه القافلة والثالثة تم تقديم يعني المعينات للمركز بتاع الحجر الصحي في ولاية بورسودان. الجزئية الرابعة كانت مهمة، عمليات التعقيم. يمكن تم تعقيم كل بورسودان وهي وسواكن حسب الخطة بتاعت الولاية، وزارة الصحة، المصالح الحكومية كلها، المنشآت المهمة، الأسواق، المؤسسات اللي يمكن حددتها الولاية. بعد ذلك تم تقديم كمية من المعينات الأخرى لهذه المراكز. استمرت 5 أيام، لاقت قبول كبير جدا. يمكن أهم نقطة فوق إنه الولاية كان مجهزة خطة مناسبة، لأنه هنالك بعض الجهات الأخرى كانت عندها نفس المبادرات، انضمت هذه المبادرات كلها يمكن تكون أنتجت منتج جميل جدا في بورسودان وولاية البحر. ده بيقودنا على إنه كان في مشاركات معكم من خلال مبادرات مختلفة في وجود الحملات اللي أنتم قمتوا بها. أيوه مشاركات، إحنا طبعا بورسودان كانت أول شغل في مشاركة بالتنسيق مع ولاية البحر الأحمر. الولاية كان فيها مبادرات من جهات متعددة، هم من الغافلة بتاعتنا وصلت عملوا غرفة مشتركة، نسقوا وقسموا بورسودان حسب المعلومات اللي وصلتنا ل3 أقسام. هذه الثلاثة أقسام كل حسب المعدات والمواد الموجودة، كان في شغل وكان في تلاحم ما بين هذه الهيئات المختلفة، منظمات مجتمع وطني وبوادر بتاع الشباب ناشطين مع قوات الدعم السريع. في حقيقة في النهاية كان في عمل منظم وعمل جميل، يمكن ان احنا نقول قد كل الولاية بحمد الله. الحمد لله. تنسيقكم انتم مع وزارة الصحة عشان ما انتم تقدموا العمل التوعوي والعمل الارشادي اللي انتم قمتوا به، اذا كان في العاصمة هنا او في الولايات، خلينا نتكلم عن التنسيق. يمكن برضو انا اقول التنسيق يمكن كبير جدا جدا. أي حاجة بتتعلق بالمجال الصحي ما بنعمل في منأى من وزارة الصحة، إذا كانت الوزارة الصحة الاتحادية أو وزارة الصحة ولاية الخرطوم. واحدة من هذه الأشياء اللي كان فيها تنسيق كبير الحملة اللي اتقامت في أواخر العام الماضي للنواقل المختلفة، كانت في آخر الخريف، يمكن بمبادرة من الدعم السريع وتشريف من السيد الوالي والي ولاية الخرطوم ووجود وزارة الصحة. يمكن كانت في حملة غطت السبع محليات للخرطوم، حملة شاركت فيها 65 عربية، شارك فيها 192 من الأفراد، شاركت فيها 10 معدات لأول مرة تشارك، كان عمليات الدخ الرزازي ولا الضبابي. يمكن دي واحدة من الأشياء اللي كان الرئيسية كان فيها تنسيق كبير مع وزارة الصحة والولاية. واحدة القوافل الأربعة اللي اتجهت لولاية النيل الأزرق وسنار وولاية كسل وولاية البحر الأحمر برضو في آخر العام الماضي، ده كان تنسيق على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء ووزارة الصحة الاتحادية. يمكن تم التدشين لهذه القافلة في الساحة الخضراء وساحة الحرية، تم التدشين وتحركت هذه القوافل. يمكن نحن نقول دي واحدة من المبادرات أو المشاركات اللي لقت قبول كبير ولقت دعم سخي جدا جدا من قوات الدعم السريع، ولقت دعم سخي من وزارة الصحة الاتحادية، ولقت دعم معنوي من المجلس السيادة.
برغم من الاشكاليات اللي كانت موجوده حول الدعم السريع في الفتره الفاتت، يعني احنا بنتكلم بكل وضوح يمكن كان في عدم قبول لقوات الدعم السريع كقوات نظاميه موجوده، لكن المجهودات اللي انتم حاليا قمتوا بها وقدمتوها دي ادتكم مساحه للتسامح مع الشعب عشان تفرضوا مساحه كبيره جدا انكم انتم تقدموا وتدوا، وكمان تجيفوا لانه الوطن بيسعى الكل زي ما دائما بنقول. هل الاتساع ده قادر يقدم الدعم السريع في الفترة الجاية بصورة مثلى تخلي انه الشعب يتقبله اكثر؟ يمكن انت عبشتينا في محل حساس. نحن كلنا بنقول نحن ليه الناس في فترة من الفترات في جزئية من الشعب السوداني يكون عنده عدم قبول لقوات الدعم السريع، مع انها هي قوات عسكرية، مع انها هي من هذا الوطن، ابناء هذا الوطن، لكن نحن بنحلل كل المسببات الحملات اللي قاعد تشين علينا او تشن علينا، بنجد انه حقيقه هي في ترتيب وتناغم وكثره تدل انه في تنظيم. نعم. وفي استهداف لهذه القوات، لكن نحن اجتهدنا اجتهاد كبير جدا جدا انه نعمل نحن جاهدين في العمل الصحيح فقط، ونترك كل هذه الاشياء وجه ضدنا. يمكن عملنا خطة كبيرة جدا لهذا العمل والشغل، شغالين نحن يعني نكافح جزء ولكن مستمرين في الطريق، بإذن الله تعالى نحن برضو بنعمل دراسة ومسح لمدى القبول. لقينا في تعديل كبير جدا جدا للفترة ما بين أواخر عام 2019 والآن. نعم. في تغيير تام كبير جدا جدا وقبول لقوات الدعم. نعم. السريع اكيد الحاجه دي حيكون قبولها اكثر في حاليا ظل المجهودات اللي انتم بتقدموها في جائحه كورونا. رساله من هنا لكل الجهات النظاميه ولكل فئات المجتمع المختلفه عشان هي تقيف على نداء الوطن. طيب قبل نصل كلامك ده، يمكن عندنا غافله نحن نسيناها، انا جاي منها ذاتي، كنت رئيسه دي اخر غافله، اخر غافله مشينا بعد دمازين استمرت. نعم. لمده 6 ايام، احنا حركنا يوم 2 مايو وجينا يوم 7. يمكن الغافلة دي فيها 3 محاور، لكن احنا ما يهمنا في جلستنا دي المحور الصحي والمحور الطبي. كان واحد من المحاور الأساسية ان احنا استهدفنا بها ولاية النيل الأزرق. نعم. وكان فيها نفس العمل اللي تم في بورسودان، ما عدا الشغل الدرامي كان داخل المدينة، وبقية الأعمال يمكن كانت تخص المواطنين في جنوب الولاية، خاصة مناطق الحركة الشعبية جناح عقار. احنا وصلنا لهناك، يمكن انا من هذا المنبر انا بقول المجهود اللي بتقوم به الحكومه مجهود كبير جدا جدا، مجهود ارتقى لمستوى انه كل الحكومه وصلت انها تحمي هذا المواطن، وصلت انه المنبر ده واحد من المنابر اللي بيدعم قرارات الحكومه، عملت لجنه عليا للمكافحه، عملت قرارات كثيره جدا جدا وتوعيه كبيره خالص. نحن كشعب المفروض نحترم هذه الاجراءات، المفروض نحترم هذا العمل الكبير اللي بتقوم به والدوله، حتى نحن ما نقع في 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 ما وقع فيه غيره، لازم نبقى كيسين فطنين. يعني الكيس الفطن اللي بشوف في غيره، نحن لازم نبقى كيسين فطنين، نوقف الرقم الحساس اللي نحن وصلنا له اذا اتبعنا هذه الارشادات اللي قامت بها الحكومه. هناك بعض الارشاد او الاعمال او النشاطات بقى قامت بها مجتمعات اخرى او منظمات المجتمع المدني، في اعلاميين قايمين بعمل، في دراميين، في ناشطين، في لجان احياء قايمه بعمل كبير جدا في ضد مكافحه الجائحه، القوات النظاميه برضه قايمه بهذه الاعمال، كلهم في حسب مجاله. نسال ربنا سبحانه وتعالى لأنه يعني هذه الجائحة تمر علينا بخير والسودان يطلع أكثر منها إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة العميد، من خلال المسح اللي أنتم قدمتوه في الولايات أكيد وصلتوا لإحصائيات أنه في حوجة طبية وصحية هناك في الولايات، هتقدموا لها شنو في الفترة الجاية دي؟ يمكن حنقدم لها ده، خلي ده المشروع الحسي احنا قايمين، حسي ان احنا بنعيد لغافله كبيره غتتحرك بكره باذن الله تعالى. هذه الغافله بتكون اكبر الغوافل، متجهه لولايات دارفور الخمسه. كل المعينات الخاصه بمراكز الحجز او الحجر في الولايات الخمسه ان احنا شايلينها معانا، كل المعينات. نعم. بدءا باللبس الواقي، بدلا بالاجهزه بتاع التنفس، كل اي شيء الناس يتوقعوه، الجيش الابيض كل هذه الاشياء. وبعد ذاك العمليات حقت التعقيم حنقوم بها نحن في كل الولايه. انا اتمنى انه الولايات الاخرى بتحتاج. نعم. حقيقه ان شاء الله يكون عندنا تخطيط للولايات الاخرى احنا نصلها باذن الله. شكرا لك سياده العميد ركن جمال جمعه الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ورئيس دائره التوجيه والخدمات. بارك الله فيك، ونحن نقول الجيش الابيض نحن ومعاون وليس وران باذن الله تعالى، ويطلع السودان معافى باذن الله. باذن الله. بارك مشاهدينا، هذه كانت مساحتنا التوعويه معاكم من دار الاطباء عبر الاستديو الموحد لمحاربه جائحه كورونا، والى ملتقى اخر في امان الله.